الخبر في عدد اليوم من جورنال فيغ جاب عنوان الجامعة الملكية تؤجل مباريات الرجاء والوداد بكأس العرش. وقررت لجنة المسابقة التابعة للجامعة الملكية تأجيل مباراتي الغريم التقليدي واتحاد طنجة وحسنية أكادير أمام الرجاء لحساب ثمن نهائي كأس العرش. وكشفت لجنة المسابقات على برنامج مباراة دور الثمن النهائي لكأس الفضية، بحيث قررت تأجيل أربع مباريات أبرزها قمة الرجاء الرياضي والحسنية إضافة لقمة الوداد واتحاد طنجة، فيما تم تحديد يوم 26 مارس الجاري كموعد لإجراء مباراتي كل الجيش الملكي أمام الصاد المغربي والفتح الرباطي أمام أولمبيك أسفي وفتح سباتة أمام شباب محمدية ومباراة شباب هوارة أمام نهضة الزمامرة. الكاف يختار هدف بن جديدة ضمن الأفضل في الجولة الخامسة من دور المجموعات. وقع اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على هدف سفيان بن جديدة كأحد أفضل الأهداف اللي تسجلت في الجولة الخامسة من دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا، وأحرز بن جديدة الهدف الوحيد للنص الخضر أمام فايبرز أوغندي في المواجهة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وجرات على أرضية ملعب سامارين أوغندا. من جهة أخرى كشف الاتحاد الأفريقي أمس الثلاثاء على برنامج مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا، بحيث غيستقبل في كرة القدم الوطنية فريق الرجاء ضيف سيمبا التنزاني يوم الجمعة 31 مارس على أرضية مركب محمد الخامس انطلاقا من الساعة 10 مساء. وكانت العصبة الاحترافية كتجه نحو برمجة الجولة 21 من منافسات البطولة نهاية الأسبوع المقبل، واللي غتشهد إجراء مباراة الديربي بين فريقي الرجاء والوداد، غير أن التزام الفريقين بخوض المنافسات القارية غيأجل الديربي الموعد لاحق، مع العلم أنه كان مبرمج سلفا يوم الأربعاء 22 مارس، إلا أن تزامن هذا التاريخ مع المباراة الدولية للفيفا حال دون إجراء في الموعد المذكور. حمزة خابة مهاجم بيتوب صانع ألعاب داخل منظومة الرجاء حسب إحصائيات دوزان. وانتشرت قناة دوزان على الموقع الرسمي أن مهاجم الرجاء حمزة خابة أحرز خلال الموسم الجاري 5 أهداف من بينها هدفين في البطولة، وزاد دوزان أن هذا الرقم كيتعتبر ضعيف بالنسبة للاعب كيشغل مركز رأس حربة، لكنه ممنعش المدرب التونسي ومدير الكبير من مواصلة الاعتماد عليه كأساسي في جول المباريات، وتسألت شنو السبب وراء ذلك. وزادت نفس القناة أن حمزة خابة كيتعتبر لاعب مهم داخل المنظومة الهجومية للمدير الكبير، فهو ما كيتقيدش بالأدوار التقليدية للمهاجم وكيبحث على مساعدة الفريق خلال عملية صناعة الفرص. خلال امتلاك الكرة كيعمل حمزة خابة على النزول لوسط الميدان من أجل طلب الكرة، بقيامه بهذه العملية كيسحب خابة أحد مدافعي الخصم من منطقته وكيخلق لزملائه مساحات قابلة للاستغلال، وما كيكتفيش خابة بهذا الدور بل كيتعدى وكيتجدد ثوب صانع الألعاب بنفسه، بحيث أظهر منذ انطلاقة الموسم الجاري تميزه على مستوى الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط إلى جانب الدوران بها ومن التمريرة الدقيقة لزملائه، وكيتعتبر خابة ثالث أكثر لاعب من حل التمريرات الذكية الناجحة في البطولة، أي التمريرات اللي كتكسر خط دفاع الخصم، متقدم على مجموعة من لاعبي وسط الميدان عادة هما اللي كيتميزوا في هذا الجانب واحتل الصدارة بين مهاجمي البطولة. وزاد دوزان أن هذه المميزات خلات خابة يحظى بثقة المدير الكبير، إلا أنها ما جنبتوش تلقي انتقادات من طرف جماهير الرجاء فيما كيتعلق بنجاحته الهجومية، وهو أمر كتأكدوا أيضا الأرقام. خابة سجل هدفين في البطولة من أصل أكثر من 4 أهداف متوقعة، وكيتوفر على نسبة ضعيفة على مستوى تحويل الفرص للأهداف. وختمت دوزان تقريرها بالقول بدون شك كيساهم المجهود الكبير اللي كيقوم به خابة على مستوى صناعة الفرص في استنزاف قدراته الذهنية والبدنية قبل بلوغ معترك العمليات، إلا أن هذا ما كينفيش حاجته للقيام بجهودات أكبر خلال التدريب من أجل رفع من فعاليته أمام المرمى وبهدف أنه يصير مهاجم أكثر تكامل. القجع أتمنى صديقا تتويج الرجاء بلقب دوري أبطال أفريقيا هذه السنة والجمهور يرد. وعبر فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية على متمنياته بتتويج فريق الرجاء الرياضي بلقب دوري أبطال أفريقيا هذه السنة، وقال القجع خلال اجتماع المكتب المديري للجامعة الفيفا قررت أنه يتقام كأس العالم الأندية في يونيو سنة 2025 32 فريق، والأندية اللي غتشارك في هذه البطولة هي اللي فازت بدوري أبطال أفريقيا في السنوات الأربع الأخيرة. وضاف رئيس الجامعة كنتمنى صادقا باش يتوج فريق الرجاء بدوري ابطال افريقيا هذه السنه وينضاف لقائمه الفرق اللي غتخوض المونديال رفقه الغريم، ولما لا ينضاف فريق مغربي اخر في السنه القادمه. جماهير الرجاء اعتبرت تصريح القجع وسيله لتخفيف الضغط عليه من قبلها، خاصه بعد الحمله اللي شنت عليه بسبب الظلم التحكيمي اللي كيعاني منه الفريق في السنوات الاخيره واللي ضيع نقاط عديده على النادي كانوا يخليه يحرز لقب البطوله الوطنيه لسنوات.
بعد تبادل الاتهامات من خريطو الرجاء يحذفون مجموعة الواتساب وقروا من خريطة فريق الرجاء الرياضي في الاجتماع اللي عقدوا بينهم حذف مجموعة الواتساب الخاصة بهم بسبب الخلافات اللي شدت في الأونة الأخيرة، واقترحوا من خريطة الرجاء في اجتماعهم تعويض جروب الواتساب بلجنة تكلف بالتواصل مع برلمان النادي في حال ما كانت مستجدات كتستدعي عقد اجتماع أو توضيح بعض القضايا الخاصة بالفريق. وكانت مجموعة الواتساب شهدت في الأسبوع الماضي خلافات كبيرة وصلت لحد تهديد من قبل أحد منخرطي الفريق لبقي أعضاء المجموعة في حال ما وجهوا له اتهامات أو ذكروا اسمه في قضية من القضايا. وكان المنخرط المذكور دخل في خلاف مع حورية النوة عضوة المكتب المستقل للنسور قبل ما يدخلوا بعض المنخرطين لتهدئة الوضع، غير أن منخرط آخر تم اتهامه في افتعال المشكل دافع على نفسه بتوجيه اتهامات وتساؤلات للمنخرط الأول وتجدد الخلاف بينهم. وكانوا منخرطين النادي اقترحوا قبل سنوات خلق مجموعة خاصة ببرلمان الفريق عبر تطبيق الواتساب لتبادل الأفكار والآراء حول قضايا الرجاء، إلا أن المجموعة تحولت لحلبة الصراعات وتبادل الاتهامات. خاص الرجاء ينتصر على لجنة الحكام بالكاف، وانتصر فريق الرجاء الرياضي على لجنة الحكام الكونفدرالية الإفريقية بعد ما استجابت هذه الأخيرة لاحتجاجات النادي، مع علم أنها ترفضت في الوهلة الأولى من قبل لجنة التحكيم بالكاف. وقرر الكاف إبعاد الحكم الكاميروني نقاوة بيليز يوبان على قائمة الحكام اللي غتعطاهم مهمة قيادة مباراة الأدوار المتبقية من عصبة الأبطال وكأس الكاف. وجاء القرار بعد ما وقفت لجنة خاصة من الكاف على أخطاء الحكم الكاميروني في مباراة الرجاء ضد سيمبا التنزاني وتبين أنها أخطاء مقصودة. وارتكب الحكم الكاميروني عدة أخطاء مؤثرة بالرغم من أن المباراة ذاتها عرفت فوز فريق الرجاء 3-0. وكانت لجنة الكاف رفضت احتجاج الرجاء بل ادت الفريق بعقوبة قبل ما يوصل الأمر لأعلى هرم في الاتحاد الأفريقي اللي استجاب لاحتجاج الرجاء، واختار الكاف 14 حكم قيادة مباراة ربع النهائي ونصف النهائي مسابقة الكاف والعصبة مع تسجيل غياب الحكم الكاميروني. كان آخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال باب، في أمان الله ونتلقى في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل الشير، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Hey!